أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة، مؤكدة تقديرها للإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها أكدت احترامها لكافة مؤسسات الدولة، مشددة على أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور، وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. كما توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته السيدة هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة. إذن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً بشأن واقعة تجاوز أحد العاملين بوزارة النقل مع أحد أفراد القوات المسلحة، مؤكدة تقديرها للإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل ضد الواقعة التي لا تنم إلا عن سلوك فردي خاطئ لأحد العاملين. وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها أكدت احترامها لكافة مؤسسات الدولة، مشددة على أن جميع أفرادها يتحلون بالانضباط الذي هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور، وهم حماة الوطن الذي نعيش فيه، نذروا أنفسهم فداء لوطنهم وشعب مصر العظيم. كما توجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التي شهدت الواقعة في القطار وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب، مؤكدة أن ما فعلته السيدة هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التي تحمل في قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة.